تحية لكم مشاهدي الأخبارية سوريا أينما كنتم إلى هذه التغطية المباشرة التي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات الميدانية والسياسية فيما يتعلق بالميدان. نتحدث عن تقدم الجيش العربي السوري في ريف حمص الشرقي وعلى أكثر من محور، ماذا في النتائج التي يحققها، وفيما يتعلق بالجانب السياسي نتحدث ونسلط ضوء على التهديدات الأمريكية والتصعيد الأمريكي الأخير، ماذا في خلفياته. متابعة لآخر التطورات ينضم إلينا من درعا مراسل الإخبارية السورية رامي الشاعر. تحية لك رامي. تحية لك زميلة سناء. نعم، لو تضعنا في صورة آخر تطورات رامي، تفضل. نعم، بالنسبة للتطورات الميدانية في محافظة درعا، طبعا يشهدها الريف الغربي، طبعا الحديث عن الريف الغربي على نسق آخر، هناك اشتباكات بين التنظيمات الإرهابية المسلحة في منطقة حيط تحديدا ومحيط هذه المنطقة، أعداد كبيرة قتلى وشرها في سكوك هذه التنظيمات الإرهابية المسلحة. أما بالنسبة إلى باقي محافظة درعا وباقي الشبهات في محافظة درعا، تشهد هدوء نسبي، الجيش العربي السوري ملتزم في مذكرة خفض التوتر، ولكن الخروقات تكون وتأتي من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة في أو المتواجدة في جنوب مدينة درعا وأيضا في الريف الغربي منطقة طفس واليدودة. طبعا كان هناك خرق من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة يوم أمس، استهدفت هذه التنظيمات مدينة درعا بأكثر من 40 قذيفة صاروخية، معظم هذه القذائف أتت في حي الكاشف في مدينة درعا. طبعا كان هناك دمار وأضرار في البيوت المواطنين وأيضا حريق في مرآب العيادات الشاملة في درعا، ما أدى إلى خروج عدة سيارات إسعاف عن الخدمة. طبعا المصابين تم نقلهم إلى مبنى العيادات الشاملة وإلى مشفى درعا الوطني، كان هناك 4 حالات حرجة تم نقلهم إلى مشافي العاصمة دمشق. نعم، أشكرك جزيل الشكر رامي الشاعر مراسل الإخبارية السورية في درعا. من درعا ننتقل إلى المنطقة الشرقية وبالتحديد إلى دير الزور لمتابعة آخر التطورات هناك مع مراسل الإخبارية السورية أحمد الحمدوش. تحية لك أحمد. تحية لك زميلة سناء ولمشاهدي الإخبارية السورية. أهلا بك أحمد. نبدأ من الميدان. بطبيعة الحال الجيش العربي السوري يدمر مقرات لإرهابي داعش في دير الزور، ماذا عن التفاصيل؟ نعم زميلة سناء، الآن هدوء نسبي عن كافة جبهات مدينة دير الزور بعد التصدي من قبل رجال الجيش العربي السوري والقوات الرديفة لمحاولة تسلل، حاول تنظيم داعش إرهاب تسلل إلى نقاط الجيش العربي السوري في حي الرشدية، تم تكبيد المتسللين، خسائر بالارواح والعداد. ايضا سلاح الجو قام بتوجيه ضربات مركزه وعنيفه لمقار ومراكز لتنظيم داعش الارهابي، يعني تركزت هذه الضربات في منطقه عياش والخريطه والبوليل واصلاح البوليل وايضا في الحويقه والرشديه، ادت لتكبيد الارهابيين خسائر كبيره بالارواح والعداد، اضافه الى ان السلاح المدفعي دمر عدد من الدشم كان يتحصن فيه عناصر تنظيم داعش الارهابي في محيط جسر البانوراما ومحيط التبروك وحي المطار القديم وعياش والبغيريه والمريعيه، ايضا كبد الارهابيين خسائر وقتل كل ما كان يتحصن داخل الدشم. نعم، هذا بالنسبه احمد للتطورات الميدانيه ما يتعلق بالميدان، ماذا بالنسبه للتصعيد الارهابي المتواصل الذي يستهدف دير الزور خاصه طيله ايام عيد الفطر؟ نعم دمشق، يعني تنظيم داعش الارهابي طيله ايام عيد الفطر كان يستهدف احياء مدينه دير الزور بعدد من قذائف الهاون، يعني حسب ما صرح لنا مدير صحه دير الزور كانت الحصيله فقط في 3 ايام عيد الفطر ارتقاء 10 شهداء اضافه الى اكثر من 60 جريح، كلهم كانوا نتيجه قذائف الحقد الذي استهدف فيها التنظيم الارهابي حيي الجوره والقصور في مدينه دير الزور. الرحمة على أرواح الشهداء في دير الزور وفي درعا، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. أشكرك جزيل الشكر أحمد الحمدوش مراسل إخبارية سورية في المنطقة الشرقية. شكرا لك أحمد على هذه المعلومات. متابعة لهذه التطورات ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد محمد عباس. أهلا بك سيادة العميد. أهلا فيك، تحياتي إليك ولقناتكم ولا مشاهدي القناة. أهلا بك وكل عام وأنت بخير سيادة العميد. نبدأ من على سوريا وأنت بألف خير سيادة العميد. نبدأ من تطورات الميدانية، الجيش العربي السوري يواصل التقدم على أكثر من محور، ولكن نتحدث بالتفصيل عن ريف حمص الشرقي حيث أحكمت وحدات الجيش سيطرتها على عدد من النقاط شرق منطقة الضلاعيات في عمق البادية، ما الذي يعنيه ذلك وما الذي يحققه أيضا بالمعنى العسكري؟
يعني الجيش يندفع بأكثر من محور، وأنا وصفت على قناتكم الكريمة في مرة سابقة أنه هجوم استراتيجي يسبق إعلان النصر النهائي. الجيش العربي السوري يندفع على أكثر من محور، من ريف السلمية الشرقي ومن ريف حلب الشمال الشرقي جنوبا، وأيضا من ريف حمص الشرقي وريف تدمر الشرقي. طبعا كل هذه المنطقة هي من الضرورة بمكان السيطرة على هذه المنطقة في الوسط لتكون قاعدة انطلاق للعمليات باتجاه دير الزور وباتجاه الحدود السورية العراقية. طبعا العمليات التي تجري بانسيابية ويسر، لأن الجيش العربي السوري حقق التفوق استراتيجي في مسرح العمليات وهو يتقدم على كل المحاور. أنا ذكرت المحاور الثلاثة، ثم هناك محور طبعا ريف دمشق الشرقي الجنوبي الشرقي، والجيش العربي السوري يتقدم على كل هذه المحاور. ومثل ما قلت لك، هذه المنطقة يعني السيطرة على كل هذا الوسط سيتيح إنشاء قاعدة انطلاق للجيش العربي السوري بأكثر من اتجاه، وبالتحديد اتجاه دير الزور واتجاه الحدود العراقية السورية. ومن هذا المنطلق نشهد الحملة المفبركة التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة وخارج المنطقة حول الادعاء باستخدام الأسلحة الكيماوية، يعني توقع استخدام الأسلحة الكيماوية. وطبعا تحدثوا عن سقوط أطفال قبل أن تحصل المسألة، وهذه المسألة غير صحيحة على الإطلاق. هدفها وقف اندفاعات الجيش العربي السوري باتجاه الحدود السورية العراقية، لأنه هذا الاندفاع سيحطم كل الذي من أجله شنت الحرب على سوريا. نعم سيادة العميد، بالحديث عن تصعيد الأمريكي وتهديدات الأمريكية الأخيرة في هذا التصعيد المحتمل الذي نتحدث عنه، وفي حال تكرار العدوان، في أي جبهات يمكن أن نشاهد تكرار العدوان الأمريكي؟ أنا بتقديري كل العملية مرتبطة بجبهتين، والجبهة الرئيسية اللي هي الفصل في موضوع الحرب على سوريا هي الجبهة السورية، هي جبهة الحدود السورية العراقية. لأنه الولايات المتحدة منذ الحملة على سوريا ومنذ الهجوم، منذ احتلال العراق بال 2003، انطرح مسألة ضرب محور المقاومة، المحور الاستراتيجي الممتد، المحور الجيوستراتيجي الممتد من طهران حتى فلسطين ولبنان مرورا بسوريا والعراق. كانوا يريدون كسر هذا المحور أو قطع إحدى حلقات هذا المحور إما في العراق أو في سوريا. يعني بعد 6 سنوات من الحرب على سوريا فشل هذا المخطط. لذلك أنا في تقديري الولايات المتحدة جاءت يعني مباشرة إلى الحرب، وكلنا شفنا أنه بعز دين الحرب على سوريا الولايات المتحدة والدول العربية التي تدور في فلكها دعمت الإرهابيين المسلحين، دعمتهم بالخطط بالتدريب بالسلاح، ولكن لم تجرؤ يوم على التدخل مباشرة في هذه الحرب. أما بعد الهزيمة المحققة للإرهابيين نرى أن التدخل الأمريكي أصبح مباشر والتدخل الإسرائيلي أصبح مباشر، لأنهم هم يريدون، يعني لم يعد باستطاعتهم تغيير مجرى الحرب، ولكن هم يريدون عرقلة تقدم الجيش العربي السوري وعرقلة تحقيق الانتصار السريع كي لا يستثمر في السياسة. هم يريدون عرقلة تقدم الجيش كي يفرضوا بعض الشروط السياسية التي يعني تخفف خسائرهم السياسية نتيجة فشلهم في الميدان. هذا لأول مرة تحصل في الأزمة السورية، أنه الأمريكي يرسل عشرات الجنود إلى التناف ثم يقول هنا منطقة أمنية أو منطقة حيطة للقوات الأمريكية وحلفائها، ثم يقوم الأمريكيون بالتدخل مباشرة لاستهداف الجيش العربي السوري أو حلفائه، أنه تحت عنوان نحن كنا في موقع دفاعي كي لا تتعرض قواتنا أو حلفاؤنا. ومين قال لكم تقعدوا بالأراضي السورية؟ يعني هم تدخلوا في الأراضي السورية، وضعوا قوات، ثم رسموا منطقة حيطة حول هذه القوات بعمق 60 كيلومتر. وأيضا الأتراك يقلدون الأمريكيين على الخطوة. هم يقلدون الأمريكيين. بالأمس في الشمال السوري قصفوا مرابط مدفعية لوحدات حماية الشعب الكردي تحت عنوان أنه هذه المدفعية اعتدت على حلفائنا في الجيش الحر في سوريا. وهذا منطق جديد في الموضوع، أنه إذا كان الصراع في هذه المنطقة
هم يهاجمون وحدات حماية الشعب الكردي، ووحدات حماية الشعب الكردي تصد هذه الهجمات بغض النظر عن الموقف من وحدات حماية الشعب الكردي. نعم. ما شأن تركيا بالتدخل؟ ما هم يعني يقلدون الأمريكيين في موضوع التدخل في الشأن السوري، وكأن سوريا لا سيادة لها. نعم. ولا حقوق لها. ومن هنا سيادة العميد ما ذكرته، أهمية تقدم الجيش العربي السوري ووصوله الحدود العراقية وتثبيت نقاط شمال شرق التنف بقطع الطريق تماما على الأمريكي باتجاه الشمال، وأيضا تقدمه في المحاور الأخرى، نتحدث عن تقدم في ريف الرقة الجنوبي بطبيعة الحال وهذه المحاور. متابعة لهذه التطورات أيضا ينضم إلينا دكتور عمار مرهج الكاتب والمحلل السياسي. تحية لك دكتور عمار. تحية لكم جميعا ولضيوفك الأكارم والسادة المشاهدين. دكتور عمار، لنبدأ بداية بما حققه الجيش العربي السوري في المرحلة الماضية من معادلات استراتيجية جديدة على الأرض وفي الميدان. بداية الرحمة على أرواح شهدائنا، والتحية لهذا الجيش الأبي الصامد الذي حقق الانتصارات تلو الانتصارات، والذي أبهر العالم بنجاحاته وغير معادلات كثيرة إقليمية ودولية، والذي بات بأحذيته يرسم الخريطة الجديدة رغم كل التصعيدات التي نشهدها هنا أو هناك. وما هذه النجاحات الآن التي باتت ترسم للمتابع والمشاهد إلا إرهاصات أولية لضرب كل مخططات الصهاينة والأمريكان ومن لف لفيفهم باتجاه تحقيق النجاح الكامل. أولا، الذي تعب جيشنا على مقولة أننا لن نقف في بقعة واحدة حتى ندحر الإرهاب في كل نقطة تراب على الأراضي السورية أيا كانت، ولا خطوط حمراء لهذا الأمر. وهذا ما شهدناه عندما تدخل الإسرائيلي أكثر من مرة، العدو الصهيوني، وعندما أيضا تدخل الأمريكي في مرات كثيرة. أدل على ذلك في تدخله في ضرب جيشنا في دير الزور في منطقة السردة، وفي ضرب منطقة الشعيرات وكل هذه المناطق. لذلك هذا التقدم الكبير وهذه النجاحات للجيش وللمقاومة والحلفاء جميعا يعني تنعكس إيجابا على المسيرة التي تريد الحل السياسي الحقيقي لما يريده شعبنا، ولتحرير الأراضي السورية من دنس الإرهاب الذي جلبه لنا المستعمر سواء الأمريكي أو البريطاني في كل بقاع وجغرافية الأرض السورية. تحية لهؤلاء البواسل ولهذا الجيش الذي يحارب في الجنوب في درعا ويقاتل في الشمال بيد من حديد، ويلتصق مع الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي إضافة إلى الحلفاء ليقطع كل الذرائع وكل ما خطط لمنع التواصل بين هذا المحور المتواصل. أعود إليك سيادة العميد، بالنظر إلى الساحتين السورية والعراقية اليوم وهذا التقدم الحاصل في الجبهتين، معركة الموصل باتت في طريقها إلى الحسم بشكل نهائي، ربما أيام حتى ساعات تفصلنا عن ذلك. بالنسبة للمعركة مع التنظيم الإرهابي، مع تنظيم داعش الإرهابي، هل باتت في فصلها الأخير؟ طبيعي، نحن نشهد بداية النهاية لمشروع داعش الذي تمت رعايته من قبل الولايات المتحدة في الأساس وبعض عملائها من الدول العربية. طبعا هذا المشروع يعني مشروع كيان يفصل العراق عن سوريا جغرافيا، وهذا الدور الذي داعش عمليا فصل الساحة السورية عن الساحة العراقية وقطع هذا المحور الجيوستراتيجي الممتد من طهران حتى بيروت مرورا بسوريا والعراق. هذا المشروع قد فشل، لذلك نحن نلحظ الولايات المتحدة تحاول إطالة أمد الأزمة. لذلك عندما فشلت في كبح جماح أو كبح اندفاعة الجيش العربي السوري في عمق البادية وباتجاه الحدود السورية العراقية، وهذا أغضبها جدا وأقلق حليفتها إسرائيل أو تابعتها إسرائيل، لذلك لاحظنا هذا التصعيد الأمريكي. لذلك أنا في تقديري هذا التصعيد الأمريكي هدفه إطالة عمر داعش وإطالة استنزاف الدولة السورية والجيش العربي السوري.
هم يريدون استمرار استخدام داعش لتحقيق أهداف سياسية. لذلك منذ البداية لم يكن الأمريكيون جديون في محاربة داعش، لأنهم كانوا يبحثون عن بدائل. هم أتوا بداعش لتحقيق الهدف ثم فتشوا عن البديل، البديل لم يتوفر، ولو توفر البديل لكانوا استبدلوا داعش، قضوا على داعش من زمان، ولكن لم يتوفر البديل الذي يفصل هذا المحور، البديل الذي يعني كان البديل التقسيم ثم المراهنة على قوات محلية أو في العراق أو في سوريا. هم راهنوا في العراق على تقسيم، على أن يكون وسط وغرب العراق كيان أو إقليم مستقل، وأيضا على الشرق السوري هم راهنوا على أكثر من طرف، وتحديدا على وحدات حماية الشعب الكردي بهدف التمدد. يعني حتى مشروع وحدات حماية الشعب الكردي كان يقضي بالسيطرة على دير الزور بهدف فصل هذا، قطع هذا المحور. ولكن جاءت خطوات الجيش العربي السوري باتجاه ريف الرقة الغربي لقطع الطريق على هذا المشروع. لذلك لاحظنا التدخل الأمريكي المباشر وإسقاط الطائرة السورية لمحاولة رسم خطوط حمر لن يخضع لها لا الدولة السورية ولا الجيش العربي السوري ولا الحلفاء. لذلك لاحظنا أن الجيش العربي السوري يتقدم على أكثر من محور ولن يعترف بخطوط حمر يرسمها الأمريكي أو غيره. نحن رأينا بالرغم من الاعتداءات الأمريكية على الوحدات السورية أو الوحدات الحليفة في ريف دمشق الشرقي والجنوبي، وخاصة قرب التنف وفي منطقة السبع ديار وهذه المنطقة، الجيش العربي السوري لم يتراجع قيد أملي. هو صحيح أنه اكتنف التنف ليصل إلى الحدود بهدف تحقيق الهدف الاستراتيجي مباشرة، ولكن لا تزال وحدات الجيش العربي السوري تتحرك في ريف دمشق الشرقي الجنوب الشرقي وتحقق إنجازات. وسوف أعود إلى هذه النقطة الهامة، هذا التقدم في ريف دمشق الجنوب الشرقي، معك سيادة العميد. لكن أعود إليك دكتور عمار، إذا انكسار المشروع الأمريكي التفتيتي التقسيمي هل هو وراء تصعيد واشنطن اليوم؟ طبعا انكساره بعد وصول وحدات الجيش العربي السوري إلى الحدود العراقية وهذا التقدم الذي تحدثنا عنه. تمام، نحن لو أخذنا الصورة بشكل شامل حول ما قامت به الآن واشنطن من محاولات لإظهار استخدام الجيش العربي السوري لهذه الأسلحة الكيماوية، يعني أولا لو أخذناه فيما يخص أمريكا، أمريكا تاريخها مليء بالأكاذيب والأحاجي، يعني دمرت العراق على كذبة الأسلحة الفتاكة والكيماوية، وتبين بعد 3 مليون قتيل وجريح ومصاب أنها أكثر كذبة استخدمتها أو سوقوها باعترافاتهم. ثانيا هم خططوا ودعموا ما اسموه ثورات الربيع العربي تحت حجه ما زعموا انه الديمقراطيه، والحياه التي يعيشها الان الليبيون تشهد على نفاقهم. اضافه الى ذلك ما تفضل به سياده العميد، خلقوا ما اسمي بداعش، ومذكرات وزيره الخارجيه هيلاري كلينتون تشرح باسهاب، ثم حاولوا خديعتنا بانهم جاءوا بتحالف دولي لحرب داعش، لكن شهدنا كيف اعطوا داعش السلاح، كيف أغمضوا أعينهم عن استخدام عناصر هذا التنظيم لكل التكنولوجيا في وسائل التواصل وغيره، وكيف أنهم عادوا كل من حارب داعش سواء في الجيش السوري سواء الروس، وضربوا الجيش السوري أيضا بأكثر من مكان لمساند داعش. إضافة لهذا الأمر، أمريكا لا يعنيها لو تم فناء نصف الكرة الأرضية بالكيماوي لصالحها ولمصالحها الخاصة، ولها تاريخ حافل بذلك. أما عندما تحدثت عن أن سوريا استخدمت أو سوريا يمكن أن تستخدم هذا السلاح، فنستطيع أن نقول يعني سوريا أولا سلمت كل ما لديها من أسلحة كيميائية بتقارير أشرفت عليها الولايات المتحدة وروسيا وقدمتها Human Rights Watch. إضافة إلى ذلك سوريا لم تستخدم في أحلك الظروف، طبعا بسبب تعقيدات في الحرب التي قد تطال المدنيين والأبرياء رغم كل محاولاتهم لجرها إليه مرارا وتكرارا. والاتهامات السابقة لاستخدام الجيش كانت تخدم العصابات الإرهابية ولا تخدم سوريا. إضافة أيضا النجاحات التي حققها الجيش الآن والتقدم والانفراجات التي باتت
تلوح وتدل يعني أن لا حاجة إطلاقا لذلك، وإضافة إلى أخلاقية القيادة السورية والتزاماتها المعروفة بقرارات مجلس الأمن بغض النظر عن التبركات الإعلامية المتناقضة. هنا أقول جوابا على السؤال رغم المقدمة الطويلة من أجل إيضاح الصورة، أن أمريكا التي فشلت وأخفقت في كل ما خططته لسوريا، طبعا أخفقت على القتل والدمار، أخفقت في فك ارتباطها بمحورها، فزاد هذا المحور قوة وشراكة حتى بالدماء. والانتصارات المتتالية لجيشنا الباسل والتعامل مع هذه الاستفزازات سواء الإسرائيلية أو الأمريكية بحنكة قل نظيرها، والصبر الاستراتيجي الذي لا مثيل له، إضافة إلى إيلانهم والرد عليهم بأماكن لا يريدها هم. إذن هنا السؤال، ماذا يعني التوقيت الحالي لهذه التهمة الجاهزة؟ غض الطلب كانت لدى الأمريكان، يعني حاولوا أولا إسقاط جيشنا، يعني عندما أسقط هذا الجيش الأبي بقيادة السيد الرئيس إمكانية ترامب الاستثمار في منطقة الجنوب في معركة درعا وحدود الأردن، وبالتالي نقول ربما يحاول استخدامها زريعة ويفعلها بضربة أمريكية ليبرر تدخل إسرائيلي سعودي أردني، وهذا يحضر له كثيرا. وإضافة للقاء، إذا تحدثنا عن اللقاء المذهل بين الجيشين السوري والعراقي مع الحلفاء جميعا، وبالتالي كسروا أكبر مشروع أطلق من المخابرات البريطانية على لسان أدوات استخباراتهم، كلنا نتذكر مبارك سابقا أو عبد الله في الأردن بمسمياته حول الهلال المزعوم لمنع إيران من التواصل الطبيعي مع العراق، وبالتالي حرف الصراع العربي الإسرائيلي عن بوصلته. هنا يحاولون أيضا ويمكن أن يورطوا السعودية، يعني مشيئ محمد بن سلمان المتهور ربما أيضا طويل للسعودية في مكان آخر لتزيد من اشتعال الحرب في سوريا. وإضافة لكل ما قلته، عندما تهاوت فكرة ترامب وتضعضعت هذه الفكرة التي رسمها في قمته مع المنبطحين آل سعود، وبدأت تظهر هذه التضعضعات الكبيرة في البيت الخليجي ووصلت إلى الأتراك، إضافة لهذا وذاك استانة. يعني العديد من النقاط دكتور عمار بحاجة، كل نقطة ذكرتها بحاجة إلى تفصيل، خاصة ما يتعلق بالتوقيت كما ذكرت، وسوف أعود إليك بهذه النقطة لأنك كنت تتساءل ماذا عن توقيت تصعيد الأمريكي. لكن بالعودة إليك سيادة العميد، وبالتقدم الذي سجل في المرحلة الماضية على أكثر من محور، أهمية التقدم في ريف دمشق الجنوبي الشرقي، نتحدث عن سعة السيطرة على منطقة رجم الصريخي، وأيضا فيما يتعلق بال تقدم باتجاه دير الزور، هو على أكثر من محور، الجيش بات على الحدود الإدارية مع دير الزور، ماذا بعد هذه النقطة؟ نبدأ من ريف دمشق الجنوبي الشرقي، تفضل. طبعا أنا وصفته بالهجوم الاستراتيجي، لأنه مفترض الجيش العربي السوري أن يفتح كل هذه الجبهات، وهو أصبح يمتلك الاحتياط الاستراتيجي الذي بوسعه من القوى، الاحتياط الاستراتيجي من القوى بوسعه الزج في أكثر من محور، سواء في ريف حلب، في ريف حلب الشرقي أو ريف الرقة الجنوبي الغربي، وأيضا ريف السلمية الشرقي وريف حمص وريف دمشق الجنوبي الشرقي. طبعا كل هذه المنطقة هي مسرع عمليات واحد، لأنه هذا كله يؤدي إلى البادية وإلى منطقة في مسرع العمليات، تعتبر منطقة مهمة، ومنها يستطيع الجيش التوزع بأكثر من اتجاه ومحور، لذلك هي عملية مترابطة ومسرع عمليات واحد، سواء ريف دمشق الجنوب الشرقي أو ريف حمص الشرقي أو ريف تدمر الشرقي، كلها مسرع عمليات واحد. لذلك أنا في تقديري هذه العمليات ستستمر، وسيعزز الجيش العربي السوري انتشاره على الحدود السورية العراقية، وبالطبع سيكون هذا مترافقا مع عملية تشن من قبل الجيش العربي السوري، يعني من أكثر من اتجاه. هو حاليا وصل إلى ريف الرقة، إلى ريف دير الزور الجنوبي الشرقي من جهة النقطة التي وصل إليها على الحدود السورية العراقية شمال شرق التناف، وهو هناك محور آخر أو اتجاه بمحورين
باتجاه دير الزور من بعد السيطرة على السخنة. عندما يتم السيطرة على السخنة، وأيضا السيطرة على السخنة هي هدف استراتيجي، لأنه من السخنة سيطلق الجيش اتجاه محورين باتجاه دير الزور، باتجاه محور مباشر باتجاه دير الزور ومحور باتجاه البوكمال، وهذا من شأنه تشديد جهود الإرهابيين، جهود داعش على أكثر من اتجاه، يقابله تقدم من الحدود السورية العراقية من النقطة التي وصل إليها الجيش باتجاه الشمال للالتقاء مع الحشد الشعبي الذي حكما سينطلق من دير صفوق، من معبر صفوق، من معبر صفوق باتجاه الجنوب باتجاه القائم. عندها يعني سيتوزع جهد داعش بأكثر من اتجاه، وهذا من شأنه الإسراع في هزيمته. الرد على كل التهديدات الأمريكية بهدف وقف اندفاع الجيش السوري، أنا في تقديري لن تنجح. هلا قد تعيق أو قد تؤخر اندفاع الجيش العربي السوري، ولكنها لن تستطيع منع الجيش العربي السوري من تحقيق هدفه بالوصول إلى دير الزور وبالالتقاء بالقوات العراقية على الحدود السورية العراقية. طبعا الوصول إلى الحدود السورية العراقية حتى ولو كان بعمق بسيط، يعني كان 10 كيلومتر ثم توسع لاحقا إلى أكثر من هذا الرقم، هو تحول استراتيجي. ولكن أنا في تقديري حتى يصبح تحقيق الهدف كاملا يقتضي السيطرة على كل الحدود من شمال شرق التنف وباتجاه الشمال باتجاه القائم باتجاه مثل ما قلنا صفوق، معبر صفوق على الحدود الإدارية مع الحسكة والرقة. لذلك أنا في تقديري العمليات لن تتوقف، ستستمر، قد تعيقها إذا حصل تدخل أمريكي مباشر. وأنا بدي أضيف كلمة لضيفكم العزيز الدكتور عمار، وهو أنه لا حاجة للجيش العربي. ماذا يحقق استخدام السلاح الكيماوي والجيش العربي السوري يتقدم بانسيابية على كل المحاور؟ هو في وقت الأزمة وعندما كان الجيش العربي السوري يواجه أكثر من 100,000 إرهابي دفعة واحدة على مساحة الجغرافيا السورية، لم يكن بحاجة لاستخدام هذا السلاح، لأنه هذا السلاح لن هو سلاح رادع ويستخدم ضد دول وليس ضد مجموعة إرهابيين مختبئة بين المدنيين. فكيف الحال والحال أن الجيش العربي السوري يتمتع بالأرجحية على كل المحاور؟ ما حاجته لاستخدام هذا السلاح؟ يعني لنعود إلى خان شيخون، طيب لنفترض أن هذا الأمر حصل في خان شيخون، ماذا حقق؟ يعني سقوط 10 مدنيين أو 20 مدني أو 100 مدني، ماذا يحقق للجيش العربي السوري؟ بالعكس، كان الجيش العربي السوري في كل المناطق كان يؤخر عملياته حفاظا على أرواح المدنيين. لذلك يعني كمان أيضا أن يعني نستطيع الاستنتاج هذا بشكل معاكس، تأييد الجيش العربي السوري الشعب السوري للدولة السورية وللجيش العربي السوري يتسع، لأنه المؤامرة وضحت أهدافها. لذلك نلحظ المصالحات التي تتم بضغط شعبي، يعني المصالحات رغم التعقيدات ورغم الضغوط الخارجية، لو ترك الأمر للشعب السوري لأجرى مصالحات لضغط على المسلحين، خاصة المسلحين السوريين، بهدف إجراء المصالحات. لذلك أنا في تقديري موضوع هذا الحملة الإعلامية الأمريكية قد تتوج باعتداءات على الجيش العربي السوري، ولكنها لن تغير من مسار المعركة، من المسار النهائي للمعركة. قد تطيل أمد المعركة، قد تتسبب في زيادة الاستنزاف صحيح، ولكن ما كتب قد كتب، والجيش العربي السوري يسير من نصر إلى نصر. أشكرك جزيل الشكر العميد محمد عباس الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. متابعة لهذه التطورات ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الدكتور كامل وزن، الخبير في الشؤون الأمريكية. أهلا بك دكتور كامل. أهلا وسهلا فيك. مرحبا بك. إذا نتحدث دكتور كامل عن تصعيد أمريكي، تهديدات أمريكية ضد سوريا، ماذا في الخلفيات؟ وهل مرتبط بإفشال المخطط الأمريكي التقسيمي بعد وصول الجيش العربي السوري إلى الحدود العراقية والوصل بين بغداد ودمشق؟ يعني بالتأكيد هذه الاتهامات التي صيغت من البيت الأبيض قد فاجأت البنتاغون الأمريكي وأجهزة الاستخبارات الأمريكية. يعني هذه في البداية كأن هناك مطبخ موجود داخل البيت الأبيض لا يتعاون مع المؤسسات الأمريكية التي تضع استراتيجيات واسعة، لكن هناك موقف واضح بأن إدارة ترامب تريد أن بشكل أو بآخر تعيق التقدم الذي حققه الجيش السوري
وفي محاولته في القضاء على داعش وعلى المنظمات التكفيرية، وليس هناك فعلا أي تبرير لهذا الموقف الأمريكي المفاجئ من البيت الأبيض. يعني هناك تخبط في الإدارة الأمريكية ما بين إدارة ترامب وما بين وزارة الخارجية. نسمع تصريحات في نفس اليوم من يعني عبر تويتر من الرئيس ترامب، ونسمع تصريح آخر من وزير الخارجية، لكن بالنهاية باعتقادي أن القرار قد حسم لموضوع أن القضاء على داعش أصبح واقع لا يمكن لأي شخص في العالم ولا أي قوة في العالم أن تمنع حكومة من حماية شعبها من الإرهاب، وأي محاولة تدخل تحت أي ذراع يعني هذه الدول تدعم الإرهاب لمصالح لا تخدم طبعا الأمن والاستقرار على مستوى العالم. نعم، أعود إليك دكتور عمار وأبقى في ذات النقطة التي كنت تحدث بها قبل قليل وهي مسألة التوقيت. بأي هدف هذا التصعيد يستبق اجتماعي أستنا وجنيف المقبلين؟ وهل الأمر يأتي بهدف الضغط من قبل واشنطن والحصول على أوراق؟ يعني كنا دائما نشهد أمام كل اجتماع في جنيف أو في أستنا هناك تصعيد من أجل التهرب من قضية الحل السياسي ونتيجة التقدم الحاصل للجيش السوري. هذا التقدم يخشى الأمريكي من صرفه في تلك الاجتماعات، وبالتالي عرف كما تفضل ضيوفك الأكارم وأدرك العالم أجمع أن الحرب على الإرهاب أصبحت فرض، ولا بد للدول إذا لم تشارك أن تحيي من يستطيع القضاء، لا سيما أن الجيش السوري يدافع عن حدوده وأرضه أمام هذا الإرهاب الذي بات يتمدد عالميا. لكن عندما وضعت خطط أمريكية وكانت تذهب بالفشل الواحدة تلو الأخرى نتيجة الصبر والصمود الإلهيين، فأمام أولا عندما أسقط قلت لك بهذا التوقيت الجيش بقيادة السيد الرئيس إمكانية ترامب الاستثمار في الجنوب في معركة درعا التي خططوها ليفتحوا الحدود الأردنية ومن أجل أمن إسرائيل وإعادة رسم يعني حدود فض الاشتباك والقضايا التي كانت مرسومة سابقا، وبالتالي ذهب ترامب ليقوم بالقمة المزعومة التي حدثت قلت لك أمام المنبطحين السعوديين لتسمى قمة ترامب مع الدول التي جمعوها في الرياض ليتدخلوا في سوريا، وأتوا بالرأس الحامي محمد بن سلمان وبدأت رؤوسهم الحامية تتضارب مع بعضهم وضمن دويلاتهم الصغيرة. وبالتالي أيضا عندما تهاوت حتى هذه الفكرة وظهرت التضعضعات التي قلت لك إياها في هذا البيت الخليجي ووصلت حتى حليفهم التركي في حلف الناتو الآن استانا، يعني استانا كانت خارج الإرادة الأمريكية، وبالتالي واقتراب جنيف هم أرادوا من جنيف أول مرة أطلقوه أرادوا به حصار سوريا وأرادوا شيطنة قيادتها وإدخال صهاينة ضمن حكومتنا. طبعا شهيد شبيهة هذه بتركيبة لبنان، يعني حيث القاتل المجرم صاحب يصبح صاحب مقاعد حكومية، وإذ بهم يتفاجأوا وأمام يعني هذه المحاولة للشيطنة وجدوا أنفسهم بالأمس أمام مشهد لا يمكن أن يحتمله عقلهم. انتصارات للجيش، الأسد يصلي في حماه وسط شموع واستقبال وسعادة، يجول مع عائلته يرسم لوحة في تواضعهم وقربهم من الناس لم تنسى عفويتها، بالتالي ما قاد إلى إغماء أردوغان بصباطه وسحب ملف الكيماوي من درج ترامب. يعني الآن عندما نتساءل عن هذا التوقيت، رغم هناك دعوة كانت مستمرة من موسكو لتحقيق نزيه في استخدام هذا السلاح منذ حادثة خان شيخون، وكان هناك تعنت أمريكي إضافة إلى تهرب الولايات المتحدة عن أي تقرير صادق ومحايد يتحدث عن عدم استخدام الجيش لهذا السلاح الكيماوي. وقلنا هناك أولا تقرير أمريكي روسي أما السلاح قد شكل، ثانيا هناك بحادثة خان شيخون نفسه صدر تقرير سويدي أعد بتلك الحادثة التي استغلها ترامب لضرب مطار الشعيرات، لكن
لو أنهم يأخذون بتلك الحقائق لكانت فضيحتهم منذ حرب العراق لكانوا استدركوا هذا الأمر. حتى وزارة الخارجية الأمريكية اليوم ترفض تقديم أدلة تثبت قيام سوريا بالتحقيق واستعمال هذه الأسلحة. رفضت لإفصاح عن الأدلة التي تزعم امتلاكها حول تحضير هجوم كيميائي في سوريا. أشكرك. الدفاع البريطاني رغم أنه أقر بأنه أنه يدعم واشنطن في ضرب دمشق، لكنه قال إن واشنطن لم تتقاسم مع حكومته أي دليل محدد حول استعدادات السلطات السورية لشن هذا الهجوم الكيماوي الجديد. بالتالي نقول يعني ما قالته موسكو أن هذا افتراء غير مدعوم بأي وقائع ليصعب عملية التفاوض في الأستانة أو جنيف وليزيد التوتر في سوريا ثانية ويوقف هذه الانتصارات السريعة التي لا تروق لهم وهم خططوا عكس هذا الأمر. أشكرك الدكتور عمار مرهج الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من اللاذقية. ينضم إلينا عبر الهاتف من الأردن الأستاذ ضرار البستنجي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ ضرار. أهلا بكم. أهلا بك، تحية لك. أستاذ ضرار، بالحديث عن تصعيد الأمريكي وتهديدات الأمريكية الأخيرة ضد سوريا، ماذا عن احتمال تكرار العدوان الأمريكي؟ وفي حال تم ذلك ماذا عن التداعيات؟ وموسكو حذرت واشنطن اليوم من القيام بأي أعمال أحادية في سوريا على لسان نائب وزير الخارجية الروسي غنادي غاتيلوف. نعم، يعني بداية كل عام وأنتم وأنت بخير. يعني أعتقد الأهم اليوم ربما أن نبحث في توقيت هذا التصعيد الأمريكي الذي يأتي في ظل أزمة حقيقية تعيشها أطراف العداء لسوريا، بل تعيشها المؤامرة على سوريا بعد فشل مخطط التقسيم، فشل مخطط التفكيك الطائفي، فشل مؤخرا مخطط كسر محور المقاومة سواء جغرافيا أو عسكريا أو حتى وجدانيا، إضافة طبعا إلى الأزمة الداخلية التي غير المطبوقة التي يعيشها العدو الأمريكي، أزمته حتى مع يعني في سوريا مع سوريا وحلفائها، أزمته بشكل أو بآخر أو صراعه مع القوى الأخرى حتى داخل سوريا والمنطقة أمام هذه الفوضى التي تعيشها المنطقة بشكل عام. طبعا هناك أزمة تركية، هناك أزمة دول الخليج التي نراها اليوم بوضوح، هناك أزمة الكيان الصهيوني الذي يدرك بأن تغيير المنطقة القادم سينعكس بشكل أو بآخر على مهمته وعلى وظيفته، وبالتالي يعيش أزمة وجودية وأزمة وظيفية بالحد الأدنى ما استدعى منه مزيد من التصعيد في الفترة الأخيرة إضافة إلى التصعيد الأمريكي. كل هذا إذا ما أضفنا له بأن هناك سؤال أو ربما أزمة أيضا يعيش هذا المحور، هو سؤال ماذا بعد داعش في ظل غياب كما تفضل ضيفك اللي كان موجود العميد محمد عباس، أنه اليوم لم يجري تحضير بديل حقيقي لداعش يحقق مخططات التقسيم أو مخططات مزيد من التدمير في سوريا والمنطقة، خاصة أمام الفشل بشكل أو بآخر الرهان على جعل الأشقاء الأكراد في الأردن في سوريا عفوا بمثابة يعني مكون تفتيتي أريد له أن يساهم في التقسيم. أمام هذا الفشل جميعه تذهب واشنطن نحو التصعيد في اعتقادي من أجل كسب بعض الوقت، من أجل خلط الأوراق، من أجل يعني تفويت فرصة استفادة سوريا ومحورها من هذه الإنجازات الميدانية العسكرية ومن ضعف المحور الآخر وتفتته ومشاكله، من الاستفادة منها في الاستحقاق السياسي القادم سواء عبر أتيتانا أو جنيف. لكن رغم هذا كله يبقى السؤال الأهم المطروح، أنه هل ستذهب واشنطن إلى عدوان جديد بعد أن فشل عدوانها الأول لم يحقق شيئا على الإطلاق، رغم كل ما يشاع، وأنا لست مع هذا التفسير بالمناسبة، أنه يعني على الأقل أثبت بأن ترامب رئيس قوي، يعني الرئيس القوي ليس هو من يلقي حجرا بغض النظر أين ستذهب. نعم. ثم الأهم من هذا كله، ماذا سيكون رد حلفاء سوريا في حال كان هناك عدوان؟ وهي نقطتين هامتين جدا أستاذ ضرار، اسمح لي أن أنقل النقطة الأولى إلى الدكتور كامل معنا عبر الهاتف من بيروت. يسأل أستاذ ضرار هل ستذهب واشنطن إلى عدوان جديد؟
وبالتالي كيف سيكون الرد؟ وذكرنا بأن موسكو حذرت واشنطن اليوم دكتور كامل من أي أعمال أحادية في سوريا. يعني أنا باعتقادي أستطيع أن أقول أن الجهة التي تقاتل في سوريا الجيش السوري وحلفاء سوريا هم مصممين على المضي في هذه المعركة، وأي تدخل أجنبي سوف يواجه هذا التدخل إذا غامرت الولايات المتحدة، وليس باعتقادي أنها ستغامر بأي معركة عسكرية. ربما يكون هناك بعض الضربات المحدودة، لكن بالنهاية روسيا موجودة على الأرض اليوم. الخلاف الروسي الأمريكي أكبر من أي وقت، مع التوقع بأن يكون هناك تقارب. لن يكون هناك تقارب بين روسيا وأمريكا بالطريقة التي يعمل عليها طبعا الكونغرس الأمريكي والمؤسسات الأمريكية. باعتقادي أن المؤسسات الأمريكية لا تريد أن تغامر في موضوع سوريا، لكن بالنهاية الواقع هو الذي يفرض كيف تخاض ما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة وما تعجز عنه الولايات المتحدة. اليوم هناك بالواقع هناك تغير كبير حدث في المنطقة. هذا التغير هزيمة داعش في العراق، وطبعا أيضا هزيمة داعش في سوريا. هناك ربما وصلنا إلى الحلقات الأخيرة من القضاء على هذا التنظيم التكفيري إذا دخلت الولايات المتحدة في أي مغامرة. يعني الولايات المتحدة تدخل لدعم داعش مباشرة، هل يريد يعني أن يقرر؟ وهذا حصل أكثر من مرة دكتور كامل، طبعاً دخول الولايات المتحدة لمساعدة تنظيم داعش الإرهابي. الكلام الذي أعلنه الرئيس ترامب عندما كان يقوم بحملته الانتخابية، عندما اتهم بشكل واضح الرئيس أوباما بأنه هو الذي أسس وساهم بتطوير هذا التنظيم الإرهابي مع فريق الموجود في طبعا في الإدارات الأمريكية مع هيلاري كلينتون ومسؤولين آخرين. يعني إذا أراد ترامب أن يكمل ما هو انتقده هذا شيء آخر، لكن الأرض هنا تحسم كل المعادلات الخاطئة التي يمكن أن يتنبأ أو يستطيع أن يقول ترامب أنه يستطيع أن يغير على الأرض. الأرض أصبحت في مكان آخر، داعش التنظيم الإرهابي إلى زوال. مسألة وقت يعني في العراق، ومسألة وقت أيضا في سوريا. ولن يرتدع أي طرف على الأرض وأن يخاف من أي تدخل أمريكي مهما علت الصراخ في البيت الأبيض. وهذا هو باعتقادي هذا هو الجواب على هذا السؤال التي طرح. نعم، وأنقل هذه الفكرة إلى أستاذ درار. هل توافق دكتور كامل بأنه ربما لن يغامر الأمريكي في سوريا، أم أننا أمام سيناريو لتكرار العدوان الأمريكي برأيك أستاذ درار بعد كل هذه الحملة والتصعيد من قبل واشنطن بذريعة استخدام كيميائي بطبيعة الحال؟ يعني حقيقة نعم، أنا أميل لهذه الفكرة، لكن هناك سؤالين أساسيين لابد من الإجابة عنهما. أولا يعني هل حصل من قبل؟ يعني ما تقوم به اليوم إدارة ترامب غير مسبوق، يعني حين تحذر دولة مثل أمريكا من خطورة حصول استخدام لسلاح دمار شامل بما يحمل ذلك من تبعات. إن كان ذلك صحيحا فالأدى لهذه القوى العظمى التي تدعي بأنها حريصة، وهي تكذب طبعا بأنها حريصة على السلم العالمي، بأنها حريصة على دماء الأبرياء، كان الأدى بأن تجلس بالوثائق والأدلة مع الأطراف المعنية في محور حلفاء سوريا لمنع حصول هذه المجزرة يعني الغير صحيحة بالمناسبة، يعني المفبركة تلفا. هذا من جانب. من جانب آخر، هل يمكن أن يكون هذا أمر عمليات للإرهابيين على الأرض من أجل استخدام الكيماوي لإقصاء الأمريكي ذريعة؟ كل هذا للإجابة أنه لابد من أن نتساءل ماذا تريد واشنطن من المنطقة؟ ما هو أفق واشنطن اليوم في المنطقة؟ أنا في تصوري بأنه المحور حلفاء سوريا اليوم بشكل واضح، وهذا كلام نقوله في الوقائع وليس فقط من أجل يعني طمأنة المشاهد المخلص، محور حلفاء سوريا على الأرض اليوم وكما قال ضيفك
من الواضح بأنه لا يأبه بالتحذيرات الأمريكية، لا يأبه بالتدخل الأمريكي، لا يأبه بالخطوط الحمر الأمريكية، وهو مستمر بشكل واضح في الدفاع عن سوريا وفي الدفاع عن وجوده وفي الدفاع عن مكانته حتى في العالم أمام التغير القادم على المنطقة وعلى العالم. وبالتالي ما تريد أمريكا اليوم من المنطقة، هناك مقاربة أمريكية مختلفة بشكل أو بآخر اتجاه موضوع النفط مثلا، بعد أن أصبحت أمريكا اليوم مؤهلة لأن تصبح إحدى الدول المصدرة للنفط والغاز بعد سنوات قليلة، بعد أن بات الاقتصاد الأمريكي يعتمد بشكل فعلي على يعني الطفرة الإلكترونية أكثر من اعتماده على الأدوات الثقيلة والصناعية وما شابهه، رغم أن هذا لا ينفي أبدا ولا نستطيع أن ننكر أن الاقتصاد الأمريكي لا زال يعتمد بشكل كبير على الصناعات العسكرية، ولا زالت المنظومة التي تدير هذه الصناعات صاحبة دور كبير في إدارة السياسة الأمريكية. لكن في اعتقادي بأن مقاربة واشنطن للمنطقة اليوم هي مقاربة المضطر إلى الابتعاد، لم تعد أمريكا قادرة على حمل كل ملفات العالم والاطلاع بدور يعني القطب الواحد في العالم أمام ما تصفه بالتهديد الأكبر من الصين مثلا، التهديد الاقتصادي، أمام ما تصفه بالتهديد ما تسميه دائما الحديقة الخلفية، كوريا عفوا أمريكا الجنوبية. وبالتالي أعتقد بأن المؤهل بشكل فعلي للخروج من هذه المنطقة بالحد الأدنى من الخسائر أو على الأقل بضمان الحد الأدنى من المكاسب الدائمة أو المباشرة هو واشنطن، وأضع قصة نصف التريليون التي وقع اتفاقاتها ترامب مع السعودية، والتي ستزداد قريبا في إطار الصراع الخليجي بحيث يمتص المزيد من أموال الشعب العربي في الخليج من قطر ومن غير قطر. أعتقد بأنها بداية موضوع جديد للولايات المتحدة الأمريكية في العالم، يكون أحد أشكاله، لا أريد أن أقول الانسحاب أو الخروج من المنطقة، إنما الانكفاء. في ضوء ذلك أعتقد بأن ما نراه اليوم لن يكون أكثر من تصعيد عسكري وكلامي لن يترجم إلى فعل على الأرض. المطلوب منه تحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية والسياسية ومحاولة الضغط أكثر على محور سوريا الذي لن يقبل بهذا الضغط، وإن جرى في أعقاب هذا التصعيد الأمريكي جرى مزيد من التواصل، مزيد من التنسيق للحد من الاشتباك، بمعنى أني أستبعد حصول هجوم أمريكي أو عدوان أمريكي جديد بشكل فعلي، رغم أن العدوان الأمريكي قائم كل يوم عبر أدواته بالذات. صحيح. وأستبعد أن يتطور ذلك إلى حرب كبرى، خاصة وأنه الملف السوري وصل إلى مرحلة من تفوق وتقدم وإنجاز محور حلفاء سوريا، بات معه إعادة ذلك إلى الخلف وانتصار المحور الآخر بات أصعب بكثير من مراحل أخرى مررنا بها، كان يعني في ظنهم على الأقل من السهل كسر سوريا وإنجاز مخططهم التآمري عليها. يعني أعتقد بأن ذلك لن يتجاوز حدود الكلام والسياسة والحوارات، ولن يتطور إلى مستوى حرب كبرى أو مستوى صدام عسكري مباشر على أرض سوريا لا تحمد عقباه بالنسبة للجميع. نعم، أشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا الأستاذ إيرار البستنجي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الأردن، شكرا جزيلا لك. أعود إليك دكتور كامل بسؤال أخير. يتحدث الأستاذ إيرار يقول أننا أمام بداية تموضع جديد لواشنطن، هل يستبق ذلك تصعيد في المنطقة في المرحلة المقبلة، وما هي حدود هذا التصعيد؟ الولايات المتحدة ترتكب أخطاء كبيرة، هذا الرئيس الأمريكي يرتكب أخطاء استراتيجية على مستوى الأمن القومي الأمريكي بالطريقة التي يتعاطى فيها مع ملفات المنطقة. شعبية هذا الرئيس هي متدنية على مستوى الداخل الأمريكي، على مستوى العالم. هو يركب مواضيع من أجل المال وليس من أجل أمن واستقرار المنطقة. اليوم المنطقة وضع فيها كثير من الفوضى، كثير من التوتر، كثير من الفتن، وهذا سوف ينعكس سلبيا على أمريكا وعلى المنطقة،
لكن بالنهاية شعوب هذه المنطقة يجب أن تستفيق، أن تقول أن هذا التدخل الأمريكي قد عرض المنطقة إلى 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 الإرهاب، إلى عدم الاستقرار. الطريقة التي تنفذ فيها المشاريع الأمريكية من بيع أسلحة، من صفقات، هذه أسلحة هي وضعت لتدمير المنطقة وليس لخدمة المنطقة، هي وضعت لكسر المنطقة اقتصاديا، لانهيارها اقتصاديا. هذه الدول الخليجية اليوم هي في أسوأ أوقاتها، إن كان على مستوى العجز في الميزانيات الكبيرة التي سوف تلحق بها، ولن تستطيع أن تحقق أي نصر على الأرض. حان الوقت ليفهم هؤلاء الذين أتوا إلى السلطة من دون أي خبرة سياسية أو اقتصادية أو مالية بأن ما يرتب في البيت الأبيض هو ضد مصلحة المنطقة. وحان الوقت لأن يفهم ترامب الذي هو أيضا عديم الخبرة بأمور عديدة بأنه يعرض أمريكا إلى الخطر، والخطر الكبير، وهذا لن يقبل به الكونغرس الأمريكي ولن يقبل به يعني مؤسسات أخرى في الولايات المتحدة. باعتقادي أن أمريكا لن تخرج من المنطقة، هي موجودة وقواعدها العسكرية موجودة في المنطقة. شعوب المنطقة يجب أن تقول ما هو مهم لهذه المنطقة، قد لا يكون ما يطلبه الأمريكي في هذا الوقت. أشكرك جزيل الشكر، خبير في الشؤون الأمريكية، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم مشاهدي الأخبارية سوريا أينما كنتم. ترقبوا استوديو الحدث عند الساعة 4 مع آخر التطورات مع الزميلة ربا الحجلي. في أمان الله.